السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. حذرت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأربعاء من موجة غبارية جديدة في العراق. وقالت الهيئة في النشرة الصادرة من قسم التنبؤ الجوي إن موجة جديدة من الغبار وموجات الغبار متوقع حصولها خفيفة يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنها ستزداد كثافتها خلال مساء اليوم ذاته. وأوضحت الهيئة أن بداية الموجة ستكون من جهة شرق سوريا ثم تندفع نحو مدن غرب وشمال غرب البلاد بعد ظهر السبت أو مساء، ثم تدريجيا تندفع نحو باقي المدن، مبينة أنه لغاية الآن متوقع أن يكون الغبار كثيفا ويشمل كافة المدن مساء السبت وكذلك الأحد والاثنين. وتابعت أنه بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة ينتج عنها فوارق حرارية وانخفاض درجات الحرارة بتطرف ما بين السبت والأحد يصل إلى 8 درجات مئوية في بعض الأماكن، لافتا إلى أن مدن الوسط والفرات الأوسط وجنوب غرب البلاد هي الأكثر تعرضا لكثافة الغبار، ولا يعني ذلك عدم شمول باقي المناطق بالغبار. أما عن التحذيرات بشأن الموجة، دعت الهيئة إلى عدم السفر برا وتوقف الرحلات يكون حسب حالة الطقس في المطارات، كما أنه على مرضى الحساسية والربو أخذ الاحتياطات اللازمة، عدم التعرض المباشر للغبار والتزام المنازل إلا للضرورة، مع الملاحظة أنه ربما يكون هناك تغيير أو تقلبات في الحالة الجوية. يوم الاثنين الماضي تسببت عاصفة رملية قوية في العراق إغلاق العديد من المدارس والجامعات والمكاتب وتعليق الرحلات الجوية في مطارات بغداد والنجف والسليمانية، وغطت طبقات الرمال الصفراء المباني والسيارات المتوقفة في الشوارع وأثاث المنازل، في حين حجبت سحب الغبار السميك الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.